مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج قالة الصحف، جملة من القضايا والموضوعات التي عنونتها صحافتنا المحلية على صدر صفحاتها الغراء، موضوعات وقضايا تلامس هموم المواطن وحياته المعيشية. والبداية من فقرة مانشيت وأبرز عناوين الصحف الرئيسية نتابعها بعد الفاصل. ونبدأ من صحيفة تشرين التي تحدثت عن عدة مواضيع، منها سوريا تدين المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتطالب بوقفها ومحاسبة مرتكبيها، منح متضرري الزلزال من الشريحة سيبي تعويضا نقديا بواقع 40 مليون ليرة سورية للمتضررين خارج مراكز المدن كبديل عن الاكتتاب، لعدم تأمين الكهرباء مساكن الادخار في اللاذقية تستجر بشكل غير مشروع. وننتقل إلى صحيفة البعث التي اهتمت بعدة قضايا، منها عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وزير الخارجية الإيطالي يعلن قرار بلاده إعادة تعيين سفير لها في سوريا، مجلس إدارة صندوق دعم المتضررين من الزلزال بدء تسليم الشقق الجاهزة المكتتب عليها لأصحابها ابتداء من السبت المقبل. بدورها صحيفة الوطن السورية ذكرت عناوين، منها المقاومة العراقية تدك قاعدة الاحتلال الأمريكي في حفل كونيكو بالصواريخ، العلم السوري يرفرف في سماء باريس، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بمشاركة 6 رياضيين سوريين، إيطاليا خطط دبلوماسيا باتجاه سوريا، مصادر للوطن زيارة كويتية تمهيدية لدمشق لإعادة العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى. ومن مانشيت إلى فقرة رأي الصحف والمقال الذي كتبه الصحفي ديب حسن في جريدة الثورة تحت عنوان ولماذا ليس ملزما تقول الصحيفة. منذ أن تأسس الكيان الصهيوني بالدم والحديد والنار وعلى أشلاء الشعب العربي الفلسطيني وعلى أرضه، منذ ذاك وكل يوم يسجل مجازر مروعة من قتل واغتصاب الأرض وسرقة المياه وغير ذلك، وما يجري من سياسة الأرض المحروقة في غزة يجب أن يستنفر الضمير البشري. ويتابع الصحفي ديب حسن مقالته بالقول: صحيح أن إدانات حدثت هنا وهناك من المؤسسات الدولية ولكنها غير كافية أبدا. محكمة العدل الدولية أصدرت رأيها بالأمر منذ أيام وقالت إنه استشاري، أي غير ملزم. ترى ما المطلوب ليكون ملزما؟ هل يجب أن يباد الشعب العربي الفلسطيني والعربي كل مع تمدد العدوان الصهيوني لتعلن المحكمة أسفها وتقول إنه ملزم ولكن بعد فوات الأوان. ويختم الصحفي ديب حسن مقالته بالقول: لم تعد المواقف تحتمل التفسير. من لا يدين هذا العدوان وبصوت عال ويعمل على ردعه ووقفه إن استطاع فهو شريك به أو متواطئ معه على الأقل. وفي فقرة تحقيقات وقضايا نتوقف مع جريدة البعث والتحقيق الذي أجرته الصحفية ليندا تلي تحت عنوان تأكل الأخضر واليابس، حرائق الغابات والمزارع تتزايد وأكثرها بفعل فاعل تقول الصحيفة.
شهدت سوريا زيادة ملحوظة في حرائق الغابات والحراج خلال السنوات الأخيرة الماضية، سواء كانت مفتعلة أم غير مفتعلة، وزاد في اتساع رقعتها وعورة المناطق وقلة الإمكانات والمعدات اللازمة وغياب الخطط المعدة لمواجهتها. ورغم الوعود الكثيرة التي أطلقتها وزارة الزراعة بعد صحوة متأخرة لشق الطرق للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالغطاء النباتي والأشجار المثمرة، إلا أنها بقيت حبرا على ورق. والحقيقة أن فرق الإطفاء والدفاع المدني وحماية الحراج والجيش قدموا نموذجا للبسالة. لمعرفة المزيد عن خطة مكافحة الحرائق والاستعدادات المتخذة لهذا العام، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المهندس جابر سقور، رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية. أهلا ومرحبا بك أستاذ جابر. ألو 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 ألو، يعطيك العافية. يسعد أوقاتك أستاذ جابر. وبداية وبحسب ما عنونت صحيفة البعث، تأكل الأخضر واليابس، حرائق الغابات والمزارع تتزايد وأكثرها بفعل فاعل. والسؤال، ما هي استراتيجية عملكم بخصوص خطة مكافحة الحرائق المطورة لهذا العام؟ طبعا في البداية يجب أن نعرف ما هي النيران التي يتحدثون عنها في الصحيفة. النيران هي مكون أساسي من مكونات الطبيعة. منذ الأزل النار موجودة والحرائق موجودة، وهي ظاهرة طبيعية. دائما النار تحدث عند اجتماع ثلاثة عناصر، وهي الأكسجين، المصدر الحراري، والوقود القابل للاشتعال، أو ما يسمى علميا يسمى مثلث الحريق. فمنذ الأزل النيران موجودة، ولكن هذه النيران طالما هي ضمن السيطرة فلا تسبب أي مشكلة ولا تسبب أي كارثة، ولكن عند خروج هذه النيران عن السيطرة بالفعل قد تلتهم مساحات شاسعة جدا خلال وقت قصير، لتشكل كارثة. تتطلب هذه الكارثة في حال حدوث تضافر كافة الجهود لمواجهة هذه الكارثة. من هذا المنطلق نحن في وزارة الزراعة سنويا لدينا خطة وقائية للوقاية من الحرائق، وأيضا الإجراءات اللازمة في حال حدوث حرائق. دائما نركز على الوقاية من الحرائق قبل أن نركز على الأعمال الواجبة في حال حدوث الحرائق. وهذه الخطة يتم تطويرها سنويا من خلال التعلم من دروس السنوات الماضية. فبعض السنوات لاحظنا انخفاض في عدد ومساحات الحرائق، على سبيل المثال 2022 2021 كانت المساحات في حدودها الدنيا. لتصادفنا بال 2023 الحريق الضخم في محافظة اللاذقية الذي أتى على مساحة حوالي 3500 هكتار. دائما يجب أن نلاحظ أن بعض السنوات الإجراءات الوقائية تعطي نتائج إيجابية جدا جدا جدا، ولكن نتيجة الظروف المناخية السيئة في حال حدوث الحرائق في بعض السنوات التي هي تتمثل بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، الجفاف وقلة الرطوبة والرياح شديدة السرعة، تصبح مواجهة النيران في أشد الخطورة على العمال وعلى الطواقم العاملة في إخماد الحرائق، وتلتهم المساحات الشاسعة. نعم أستاذ جابر، دعنا نتحدث عن الحرائق لهذا العام. ما هي الخطوات التي أنجزت بهذا الخصوص، وأيضا كيف يتم التعامل عند الإبلاغ عن حريق في منطقة ما؟ طبعا كما ذكرت في البداية هناك ما يسمى الوقاية من الحرائق. نعم. ومن أجل الوقاية من الحرائق نقوم سنويا في المحافظة بإعداد خطة متكاملة تعتمد أسس علمية وتجارب سابقة، يتم تلافي السلبيات في التجارب السابقة. هذه الخطة تتضمن حصر للإمكانيات المحافظة بالكامل، ليس على مستوى مديرية الزراعة، حصر إمكانيات المحافظة ضمن الخدمات الفنية ومؤسسة الكهرباء،
كل الجهات الحكومية المعنية بإخماد الحرائق في محافظة اللاذقية تم حصر الإمكانيات المتواجدة لديها وتوضع تحت تصرف إخماد الحرائق ضمن خطة يتم إقرارها باجتماع برئاسة السيد المحافظ وحضور جميع المعنيين. بعد حصر هذه الإمكانيات يتم توزيع الأدوار في حال حدوث الحرائق، يتم ضمن هذا الاجتماع الذي يقره السيد المحافظ توزيع أدوار كل جهة من هذه الجهات في حال حدوث الحريق. نعم، ما هو دور الإرشاد الحراجي في يعني التوعية وتعزيز ثقافة حماية البيئة والاهتمام بالغابة وفوائدها لدى المواطن، وأيضا ما هي أهمية تفعيل دور التشاركية الحقيقية مع المواطنين والمجتمع المحلي في هذا الجانب؟ طبعا الدور الأكبر هو للمجتمع المحلي. نعم. لأنه الأقرب إلى الغابات وهو الشريك الفاعل في الإبلاغ عن الحرائق وأخماد هذه الحرائق من خلال التدخل السريع في أخماد هذه الحرائق. لدينا سنويا مجموعة كبيرة جدا من الندوات الإرشادية واللقاءات بالإضافة إلى الجولات الميدانية على المواقع الحراجية للقاء القائمين بموضوع السياحة البيئية لإعطائهم الإرشادات اللازمة لعدم حصول حرائق و إبلاغهم وتعريفهم بأهمية هذه الغابات وضرورة المحافظة عليها والإجراءات اللازمة للمحافظة عليها. طبعا نحن إذا من خلال الإحصائيات يتبين لدينا أنه النسبة الأكبر من الحرائق الناتجة ضمن المحافظة هي ناتجة عن إهمال وعن تحريق زراعي، ولذلك كما قلنا يتم تطوير هذه الخطة سنويا. فخلال السنتين الأخيرتين تم تشكيل لجان على مستوى المحافظة، لجنة مركزية، لجنة على مستوى المناطق الأربعة، ولجنة على مستوى النواحي برئاسة مدير الناحية. مهمة هذه اللجان ضرورية جدا من خلال توعية السكان المحليين بأهمية الابتعاد عن موضوع التحريق الزراعي وحث الأهالي للمشاركة في إخماد الحرائق في حال حدوثها والإبلاغ عنها بشكل مباشر. هذه اللجان على أرض الواقع لديها جولات ميدانية، في حال الإخلال بهذه الإجراءات يتم اتخاذ إجراءات اللازمة بحق القائمين على افتعال الحرائق. نعم أستاذ جابر، يعني هل هناك من نصائح تود أن تقولها للمواطنين يعني عبر قناة أغريت، يعني وذلك من أجل الحفاظ على الغابات وأيضا للتخفيف من يعني من أخطار الحرائق؟ النصيحة الأهم هو الابتعاد عن التحريق الزراعي، لأنه كما ذكرت المشكلة الأكبر والمسبب الأكبر للحرائق هو التحريق الزراعي ضمن الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى موضوع الإهمال والكهرباء وغيرها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. تماماً. وأحيانا عم بيكون أيضا هناك هواء، يعني الطقس عم بيصير في تغيير بالمناخ. يعني حقيقة أتوجه برجاء شديد اللهجة إلى كافة الأخوة المواطنين والمزارعين الابتعاد كليا عن التحريق الزراعي خلال الفترة القادمة وخلال فترة الارتفاع بدرجات الحرارة وتدني الرطوبة. الاستعادة عن موضوع التحريق الزراعي بموضوع تحويل هذا الوقيد أو هذه البقايا الناتجة عن تقليم أشجارهم المثمرة من خلال تخميرها بحفر الكومبوست، تحويلها إلى سماد عضوي، منه فائدة للأشجار المثمرة مستقبلا ومنه الابتعاد عن المسبب للحرائق. النصيحة الأخرى، في حال الاشتباه بحدوث أي دخان أو أي حريق، الإسراع مباشرة والإبلاغ غرفة العمليات في مديرية الزراعة المناوبة على مدار الساعة على الرقم المجاني 188 من هاتف خليوي أو من هاتف أرضي مباشرة 188، لتتلقى طواقمنا الإبلاغ المباشر ليكون هناك سرعة استجابة. يعني سرعة الاستجابة هي الأهم في إخماد الحرائق. نعم. قبل أن تتطور وتصبح. نعم، يعني نرجو ونتمنى زيادة الوعي يعني من الأخوة المواطنين لهذا الموضوع الحيوي الهام. كل الشكر لك أستاذ جابر صقور، رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا. شكرا.
جريدة العروبة كتب الصحفي عادل الأحمد مقالا تحت عنوان نقطة على السطر: احترموا عقولنا. تقول الصحيفة: هل يوجد أحد يستطيع تفسير الأحجية الكهربائية للتقنين السوبر جائر الذي يتم خلال هذه الفترة؟ نعرف البير وغطاه، ونعرف أيضا كل الحجج التي تتسلح بها وزارة الكهرباء ومديرياتها، لدرجة أننا أصبحنا أنه ليس بالإمكان أفضل مما هو بين الأيدي. ويتابع الصحفي عادل الأحمد مقالته بالقول: لا نريد كهرباء للإنارة، ولا نريدها لتبريد الماء وحفظ الطعام أو لمشاهدة التلفزيون أو شحن الجوالات فقط، نريدها لكي نشرب الماء الذي ترتبط عمليات إيصاله إلى خزانات الأسطح المرتفعة بتشغيل محركات الشفط التي بدونها لن يشرب إلا القلة القليلة. ويختم الصحفي عادل الأحمد مقالته بالقول: الماء متوفر ولا نشكو من القلة، لكن المشكلة في إيصالها إلى المنازل. نعرف أنكم تريدون أن ننتقل إلى الحداثة عبر الألواح دائمة الكهرباء، ونحن نقول أيضا نحن معكم، ولو كان بالإمكان كنا حفرنا آبارا خاصة دائمة للكهرباء وأرحناكم من همنا، ذلك أفضل لنا بكثير، وكنا لو تحقق مثل هذا في رفاهية مائية. لكن ما يقف في طريق ذلك هو الرفاهية المادية صعبة التحقيق لأمثالنا من فئة ذوي الدخل المحدود. فقرة ملفات اجتماعية نتوقف مع جريدة الثورة وما كتبته الصحفية ثناء أبو دقن تحت عنوان: الفحص الطبي قبل الزواج يجنب العيوب الوراثية ويحمي الأسرة. تقول الصحيفة: يعتقد الكثير من المقبلين على الزواج عدم الجدوى من الفحص الطبي قبل الزواج لأنهم لا يشتكون من أي مرض ظاهر، والحقيقة هي أن أي من الخاطبين قد يكون حاملا لعيب وراثي قد يؤثر على الإنجاب لاحقا وعلى صحة الأطفال مستقبلا، وهذا ما نراه في حالات زواج الأقارب. وما زال الكثيرون في مجتمعاتنا يرفضون إجراء فحص قبل الزواج، فالبعض ينظر إليه كنوع من الإهانة لصحته الجسدية طالما لا يشعر بوجود أي أمراض في جسمه، وقد يتلافاه البعض حتى لا يهدم حياته التي لم تبدأ بعد ومداراته لأمراض وراثية هو على علم بها. فقرة الأخبار المحلية المنوعة نتوقف اليوم مع ثلة من الأخبار المنوعة، ونبدأ من صحيفة الوحدة الصادرة في اللاذقية. قال المهندس سائر حبيب مدير فرع أعلاف اللاذقية أن مبيعات الفرع من مختلف المواد العلفية خالة جاهز جريش خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى أربعة آلاف واثنين وثمانين طنًا بقيمة 17 مليار ليرة سورية. صحيفة الفداء الصادرة في حماة. أوضح مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير بأن تقديرات الإنتاج الأولي للمحافظة من ثمار التين للموسم الحالي من 1280 طن، لافتا إلى أن عدد أشجار التين الكلي في المحافظة يتجاوز 664 ألف شجرة. صحيفة العروبة الصادرة في حمص. ذكر مدير فرع شركة البناء والتعمير في المنطقة الوسطى المهندس سومر الكردي أن الشركة نفذت خلال العام الجاري أعمالا قرابة 26 مليار ليرة سورية.
مشاهدينا، الصحف قالت كلمتها لهذا اليوم. نأمل أن نكون قد وفقنا فيما اخترناه لكم من موضوعات وقضايا. لقاؤنا يتجدد معكم كل أحد بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء.